طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من المصدر أونلاين: أمهات المختطفين يعرضن رسائل من أبنائهن المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي. ومن الصحوة نت: الإهمال يقتل مرضى الفشل الكلوي في محافظة يب. ومن بي بي سي: برشلونة يفوز على إشبيليا وميسي يخرج مصابا بكسر في ذراعه. أهلا بكم. من موقع المصدر أونلاين، والذي عنون في تقرير على صفحته الرئيسية رابطة حقوقية تقول إنها وثقت 950 حالة انتهاك و120 حالة قتل وتصفية بحق المختطفين، حيث قالت رابطة أمهات المختطفين أنها وثقت حالات الانتهاك والتعذيب بحق المعتقلين والمختطفين لدى ميليشيات الحوثي وكذا الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة، إضافة إلى 120 حالة قتل وتصفية جسدية. ويقول فريق الرصد في الرابطة إن أمانة العاصمة احتلت المركز الأول، تليها الحديدة في المرتبة الثانية، وإب في المرتبة الثالثة، وذمار في المرتبة الرابعة، ثم تعز، ثم عدن ب35 حالة وهي الأقل. وأضاف التقرير أن الرابطة حصلت على رسائل مسربة من المختطفين بخيط أيديهم، وهم يصفون أساليب التعذيب التي يتعرضون لها. وأورد التقرير صورا لبعض رسائلهم وشهادات أهالي المختطفين. استئجار العالمية الأمريكية: تحت هذا العنوان كتب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمستشار الأول لدى مركز الالتزام العالمي كريستوفر هيل مقاله المنشور في مدونات الجزيرة. إن تدخل أمريكا في شؤون الدول غالباً ما يعرضها للانتقاد من طرف أصدقائها وأعدائها الذين تصفهم بالضعفاء والمترددين في مواجهة التحديات العالمية، مثلاً استيلاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القرم وتصاعد قوة الصين في بحر جنوب الصين. وعندما انقلبت الأمور على عقبها في أفغانستان والعراق، ألقت الولايات المتحدة اللوم على القادة السياسيين لتلك البلدان وصفة إياهم بالمفسدين، وبالتالي وجب إسقاط أنظمتهم. وكان للأوروبيين نصيب من التنديد أيضاً، ليس فقط بسبب عدم قدرتهم على مواجهة الشر، بل وأيضاً لأنهم يعيشون حياة مليئة بالرفاه والسعادة دون تحمل أعبائهم. ونظراً لتغلغل هذا النوع من الخطابات في أذهان الأمريكيين، فإنه ليس من الغريب إذن أن تتغلب نظرية عالم الواقع المرير على العالمية إنترناشوناليزم، التي أصبحت مرادفة للاستعمال غير المتناهي للقوة والتعالي على الحلفاء. إن العالمية الأمريكية سترجع إلى حد ما، لكن ينبغي لمؤيديها تسريع عودتها وفقاً لمغزاها الأصلي. فالعالميون الحقيقيون يحترمون آراء الآخرين ويعبرون عن رغبتهم في تقبل البنيات المتعددة الأطراف والدفاع عنها أيضاً. إنما يحتاجه التدخل في شؤون الدول اليوم هو تجديد الالتزام الأمريكي بالتعاون، حتى عندما تتطلب الحكومات الأخرى المزيد من الوقت لضمان حصولها من ناخبيها على أمر رسمي بالتدخل. وبمعنى آخر، يجب أن تكون أمريكا قدوة في القيادة، فقد أدى فشلها في أن تكون كذلك في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمسألة اللجوء إلى إضعاف التأثير الذي تمارسه على الساحة الدولية. كشف مصدر طبي عن عدة حالات وفاة بين مرضى الفشل الكلوي بمحافظة إب نتيجة إهمال طبي وسوء إدارة بهيئة مستشفى الثورة العام. وعنون موقع الصحوة نت: وفاة 27 مريضا في قسم الغسيل الكلى أو الغسيل الكلوي بإب بسبب الإهمال الطبي. وقال مصدر طبي مطلع على الموقع إن عدد وفيات مرضى الفشل الكلوي في سبتمبر الماضي بلغت 12 حالة وفاة، فيما وصلت خلال الأسبوعين منذ مطلع أكتوبر الجاري إلى 15 حالة، في الوقت الذي دخل عدد من المرضى في حالة غيبوبة وموت سريري.
وقال نائب مدير مستشفى الثور العام جبر الخولاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن أسباب الوفاة لم تكن بسبب نقص مواد الغسيل أو مستلزمات جلسات الغسيل، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب الوفاة الإهمال المتعمد بدون فرض أي عقوبات رادعة، إضافة إلى تردي وجود المواد المستخدمة التي يتم شراؤها من قبل تجار الأسواق المحلية وهي غير مطابقة للمواصفات، وأصبح تهديد حياة مئات المرضى الذين تجاوز عددهم 550 حالة مصابة بمرض الفشل الكلوي. قصة صحيفة الجمهورية تشبه إلى حد كبير قصة ما حل في البلاد منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء، فقد صغر كل شيء وتحولت الأحلام الكبيرة إلى مطالب صغيرة، وذلك المبنى الذي كان يتصدر المدينة أصبح شقة صغيرة في مكان يجهله الكثيرون. أمس حاول مجموعة من صحفي وعمال الجمهورية من الاحتفال في مقر مؤقت وسط المدينة وعنونت الصحيفة: الجمهورية تحتفي بذكراها 56 لتأسيسها. وقالت الصحيفة: قام سكرتيرا التحرير طيب رشاد وبلال المريري بقطع ترتة الاحتفال. وقالت هيئة التحرير أن صحيفة الجمهورية تؤكد أنها قادرة على النهوض من جديد مهما كان الدمار، مضيفين أنها ستواصل رسالتها الإعلامية بمهنية عالية في خدمة الجمهور. وفي ناحية أخرى من المدينة، احتفل أحد صحفي الجمهورية في منزله البعيد نظرا لعدم قدرته على الوصول إلى المقر المؤقت. طارق الشرجبي احتفل بالمناسبة وصنع حلوى خاصة كتب عليها اسم الجمهورية. العفويون أكثر الناس نقاء، تحت هذا العنوان كتب أمين مكاح مقاله المنشور في مدونات الجزيرة. العفويون أنقياء لأنهم يتعاملون مع الآخر بوجه حقيقي، فالعفوية ولدت معهم ولا تتبدل مهما تغير الناس حولهم وجاروا عليهم. العفويون هم أناس لا يبخلون عن استقبالنا بابتسامتهم المشرقة التي تنثر وجها جميلا تجعلنا نحس بنقاء قلوبهم المعطاءة بكل شفافية تامة وبتلقائية لا حواجز ولا تكلف فيها. العفويون هم أصحاب الرأي الواضح والقلب الشفاف بغض النظر عن مستواهم الفكري وتحصيلهم العلمي ومركزهم الاجتماعي، فكل ما يخرج من قلوبهم لا يحتاج للتنقية والتجميل سواء كان كلاماً أو إحساساً أو فعلاً، وبطبعهم هم بشر بسطاء لا يتصنعون الكلام والمجاملات ولا يبحثون عن الردود ولفت الأنظار. العفويون يسعون دائماً إلى الرفع من قدر ذواتهم بعيداً عن أعين الآخرين، فهذه الصفة تحمل معالم صلاح الجوهر وصفاء العمق. الأشخاص العفويون يتميزون بالقدرة على أن يكونوا مرنين بتكيفهم السريع مع متغيرات الحياة المتقلبة التي تحدث بشكل فجائي كخسارة أو فقدان أي شيء، كما أنهم يعتبرون خيبات الأمل مجرد تجارب يتعلمون منها لمستقبلهم فيما بعد. العفويون ناضجون ويتصرفون على سجية ولا يحاولون إثبات نقائهم لغيرهم، بل يتعاملون مع الجميع بكل أريحية وبمشاعر طبيعية دون قيود وإن اختلفت المواقف والظروف. عيشوا حياتكم بكل تلقائية ولا تكترثوا أبداً لسوء ظن غيركم وأوهامهم الخبيثة وسلوكاتهم المشينة، وكونوا دائماً معتزين بعفويتكم ما دامت تنبع من صفاء نيتكم ونقاء سريرتكم. وإن وضعتكم في مواقف لا يحمد عقباها وجعلتكم في مواضع التهمة، لذا فإياكم أن تلوموا طهركم، إذ ليس هناك أفضل للمرء من أن يعيش بقلب عفوي لا يختلق كذباً ولا يتصنع زيفاً. عن أولويات رئيس الحكومة الجديد تقول صحيفة العرب الجديد في موضوع بارز: أولويات رئيس الحكومة اليمنية الجديدة الأزمة الاقتصادية والحرب. وقالت الصحيفة: يقف رئيس الحكومة اليمنية الجديد معين عبد الملك أمام جملة تحديات شائكة على قدر كبير من التعقيد، ابتداء من الملف الاقتصادي الذي يقف على رأس الأولويات والمهام الطارئة، ويمثل تحديدا
ويمثل تحديا وجوديا يترتب عليه إنقاذ البلاد من شبح المجاعة الذي يهدد الملايين بصورة غير مسبوقة، وصولا إلى ملف الحرب والسلام الذي لا يشكل تحديا يمنيا فحسب، بل بقدر تحوله ملفا إقليميا تتداخل فيه حسابات الإقليم والإيرادات الدولية بانقسام وتناحر الأطراف المحلية. وتتداول الأوساط السياسية اليمنية معلومات عن تحضير لجملة جديدة من القرارات والتعيينات التي ستشمل أعضاء في الحكومة بعد تضمن القرار الصادر عن الرئيس اليمني هادي إقالة بن دغر يوم الاثنين الماضي، والإبقاء على تشكيلة حكومته لتعمل تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد عبد الملك. إلا أن مصادر قريبة من الحكومة أفادت للعرب الجديد بأن مشاورات في إطار الشرعية تجري بشأن المقترحات الخاصة بإجراء تعديل وزاري بين من يدعم فكرة إنشاء حكومة مصغرة تتناسب وتحديات المرحلة بما فيها تقليص النفقات. وعلى الرغم من مرور أيام على الإطاحة برئيس الحكومة، لا يزال الغموض يلف تفاصيل التغييرات المرتقبة، إذ ترتفع الأصوات المنادية بضرورة أن تكون الخطوة المقبلة هي تشكيل حكومة مصغرة من 10 إلى 15 وزيرا وإلغاء العدد الكثير من التعيينات الحكومية التي جرت العامين الآخرين على الأقل. المبعوثون الأمميون خيار فاشل. تحت هذا العنوان كتب بيار عقيقي مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا: المفدون الأمميون أو التابعون لدولة ما في ملف شائك، غالبا ما يكون دورهم تمرير الوقت في أي نزاع بدلا من حله جذريا. ربما من طبيعة العلاقات الدولية أو إدارة الأزمات أن يكون هذا الشخص موجودا فقط لملء فراغ محدد ترفضه الطبيعة عادة. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا أحد هؤلاء، شأنه كشأن كثيرين سبقوه في سوريا أو غيرها، وكشأن كثيرين سيلحقونه في سوريا أو غيرها. لم يقم دي مستورا عملياً سوى بإدارة الصراع في سوريا في ظل تعدد اللاعبين الإقليميين والدوليين. اقتصر عمله على إدارة أذنه للأكثر قوة أو المسيطر على الميدان. في اليمن كذلك، اسألوا مارتن جريفيث أو إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجمال بن عمر. في لبنان كان فيليب حبيب والأخضر الإبراهيمي في ثمانينيات سوداء. في العراق حدث ولا حرج، وليبيا أيضا. مفهوم المبعوث الأممي في حاجة ملحة إلى إعادة تعريف، فدوره وسيطا بين المتقاتلين أقرب إلى دوره متفرجا لا ضحية للصراع، لكنه متفرج يتلقى راتبه المرتفع على مر فترة خدمته في الملف، وحين ينتهي دوره يعلل الأمر بأن الظروف أكبر منه. لا يمكن الاستناد إلى مبعوث أممي في أي صراع، فالاتكال عليه جزء من سياسة قتل الوقت لتمرير مرحلة ميدانية أو لتفعيل الحلول السياسية التي غالباً ما تكون مباشرة بين أطراف الصراع، وحين يتم هذا الأمر يصبح دور المبعوث الأممي فارغاً من مضمونه. ما زال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي هو القضية الرئيسية التي تستحوذ على اهتمام الصحافة البريطانية الصادرة الأحد، حتى أن صحيفة الأوبزيرفر أفردت ملحقا خاصا عن القضية وعنونت بجريمة القتل في القنصلية، وعنونت ساندي تلغراف: يجب أن يسأل آل سعود أنفسهم هل يجب بقاء محمد بن سلمان في السلطة. وتستعرض الأوبزيرفر في تقريرها الخاص الملابسات المحيطة باختفاء خاشقجي ومقتله والجدول الزمني للأحداث وتقييم التأثير طويل المدى لمقتله، الذي تقول السعودية إنه ناجم عن شجار بالأيدي في قنصليتها في اسطنبول. وتقول الصحيفة إنه خلال 19 يوما منذ اختفاء خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في اسطنبول وحتى اليوم تكشفت الكثير من الحقائق والملابسات عن مصيره. وتستشهد الصحيفة بقول مسؤول سعودي سابق يعيش حاليا خارج البلاد إنه لا يمكن أن يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غير مطلع على مقتل خاشقجي قبل أن يتم أو بالأحداث التي تلته. وتقول الصحيفة إن الكثير من الأسئلة ما زالت في حاجة إلى إجابات شافية فيما يتعلق بمصير خاشقجي، ومن بينها إذا كانت القنصلية تعتزم فقط استجوابه، فلما تم إرسال خبير للطب الجنائي متخصص في التخلص من الجثث بتقطيعها.
رياضيا تعرض المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إصابة شديدة في ذراعه في مباراة فاز فيها فريقه برشلونة على إشبيليا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري الأسباني لكرة القدم. وعنوان موقع شبكة البي بي سي: برشلونة يفوز على إشبيليا وميسي يخرج مصابا بكسر في ذراعه. وخرج ميسي مصابا بعد وقت قصير من تسجيله الهدف الثاني لفريقه ليغيب النجم الأرجنتيني عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد. وشهد الأرجنتيني وهو يتلوى بشدة بعد سقوطه بقوة على ذراعه الأيمن بعد اصطدامه بفرانكو فاسكيز. وظل مهاجم نادي برشلونة يتألم بصورة واضحة بعد خروجه من الملعب في الدقيقة 26 من عمر المباراة. وسجل ميسي قبل إصابته بلحظات هدفا رائعا ليتقدم فريقه بهدفين أمام إشبيليا. وصنع ميسي هدف المباراة الأول الذي سجله لاعب خط وسط برشلونة فيليبي كوتينيو بعد بداية اللقاء بدقيقتين. وأكد مسؤولو برشلونة غياب ميسي لمدة 3 أسابيع، ما يعني أنه لن يكون في تشكيلة فريقه أمام أنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وغريمه العنيد ريال مدريد في الدوري الإسباني. ورغم إصابة ميسي زاد برشلونة من رصيده في الشوط الثاني من خلال هدف للاعب لويس سواريز من ضربة جزاء في الدقيقة 63. تجهيل عدن. تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله في موقع يمن مونيتور مضيفا في جزء من المقال: حاولنا أن ننهض في جنوب اليمن من عدن كمصدر إشعاع وتنوير علمي وثقافي كان لها دورها الريادي والوطني بعد الاستقلال. تجند أبناؤها ومثقفوها ومفكروها وانتشروا في الصحارى والبراري والجبال والجزر للتدريس وتنوير العقل وتنوير عقول الريف ومحو الجهل والأمية كخدمة وطنية برواتب رمزية في مناطق نائية تفتقر لأبسط سبل الحياة والمعيشة، مناطق البدو والرحل وبيئة قاسية وصعبة في مهمة كانت أعظم كواجب وطني وإنساني تتجاوز أنانية الفرد والجماعة. ولا ننسى شهداء هذه المهمة وحرب القوى الرجعية حينها في مناطق الحدود استهدفت المعلمين. بعد 50 عاما يرد الجميل لعدن بتجهيل الجيل الصاعد بإغلاق مدارسها وحرمان الطفل والجيل الجديد من حقه في التعليم وحق عدن في أن تبقى مصدر إشعاع وتنوير علمي ووعي وتثقيف ترسخ الروح الثورية ومفهوم التغيير والحرية والاستقلال في وجدان الناس. عدن في صراع حميم بين العلم والعنف، بين الفكر والعصبية، بين الكلاشينكوف والقلم، في سيناريو الاغتيالات والإخفاء القسري وسجون الرأي والتعذيب واختيار الضحايا بعناية لتجريف المجتمع من العقول والأفكار النيرة وأدوات التنمية السياسية والفكرية لصالح التجهيل والعصبية. ما هو قائم تجاوز حدود الإضراب المهني والحق الخاص الذي يمس الحق العام لإغلاق المدارس وترسيخ التبلد والإحباط في نفوس وعقول الجيل الصاعد، وهو في أمس الحاجة اليوم للنشاط الذهني والاستمرارية في التفكير والإبداع وتحرير العقل ليكون في مستوى المسؤولية الوطنية والإنسانية التي تمكنه من دعم تعافي وطن وتجاوز كل عثراته. الكثير من الأحداث شهدتها مناطق مختلفة من العالم ووثقتها العدسات وتعرضها صحيفة الغارديان في جولتها الأسبوعية. نتابع مجموعة من هذه الصور.
رسامو الكاريكاتور يعبرون عن وجهات نظرهم بطرق مختلفة، حيث تمتزج الألوان بالمواقف والأشكال بالصور. وتابع مجموعة من هذه الرسوم. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.